بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعليه نتوكل، منه نطلب السداد والتوفيق والنجاح. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أجمل تحية من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعالياتي وسباقي هذا المساء المخصص لسن الحولي والزمول لأصحاب السمو والشيوخ. مسافتنا 8 كيلومتر وأعداد الأشواط في هذا المساء 14 شوط بتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويحضر في هذا المساء سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان ونجله الكريم سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان. مرحبا بسموهم، مرحبا ايضا بسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان. مرحبا بالجميع، مرحبا بالمشاهدين اللي يتابعونا عبر قناة دبي ريسنج، مرحبا بالحضور، مرحبا بالمشاركين. بداية مع الشوط الاول، والشوط الاول مخصص للحول المحليات الاصايل. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط لنرى اللي في المركز الاول، الشاهينية على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. ننتقل الى المركز الثاني، الشاهينية لهجن ند الشبا بقيادة مضمر سالم بن سعيد. المركز الثالث، الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. وفي المركز الرابع، الريم في المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر سعيد بن عبيد الحميري. المركز الخامس، الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الخامس، الكاسبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم تغير إلى المركز الرابع بقيادة مضمر سعيد بن سالم اليني. وفي المركز السادس، ناخذ اللي في المركز السادس في هذه اللحظات، فرح لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النيان بقيادة مضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. وفي المركز السادس، الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم بقيادة مضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. لكن هنا الشاهينية تتدخل إلى المركز السابع لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الثامن، هجوم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز التاسع، عالية لكن دخول من الجانب الثاني، أرى شعار هجن الرياسة، الشعار الحمر مر وخطر إلى المراكز المتقدمة من التاسع إلى المركز الخامس في هذه اللحظات لهجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي واسمها شواهين. المركز العاشر، وصلنا إلى عالية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر صادق فضل الأمين. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى هجن العاصفة على مقدمة هذا الشوط مع الشاهينية بقيادة المضمر غياث الهلالي. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني أيضا الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. وفي المركز الثالث، ريم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الرابع، الشاهينية لهجن ند الشبا بقيادة المضمر سالم بن سعيد. المركز الخامس، شواهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. وفي المركز السادس، الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز السابع، فرح
لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان بقيادة المضمر جنتلمان أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي. وفي المركز الثامن هجوم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز التاسع أبراج لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة أحد المضمرين مضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبع يتولى التضمير والتدريب لدى أبراج. وفي المركز العاشر الكاسبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر سعيد بن سالم الإنيبي. هذا ثاني نداء للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى الشاهينية والشاهينية الثلاث لهجن العاصفة مملوكات لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. يا سلام يا سلام المركز الأول والثاني والثالث. ها هي الشواهين على مقدمة هذا الشوط بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الرابع هنا هجن ند الشبا بقيادة المضمر سالم بن سعيد. المركز الخامس ريمة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. المركز السادس شواهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. وفي المركز السابع هجوم في المركز السابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الثامن أبراج لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر طارش بن مبارك بالقبع. وفي المركز الثامن أفراح على المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أفراح في المركز الثامن لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن فرحة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان بقيادة المضمر أحمد بن خلفان بالصايق المزروع الجنتلمان في عملية التضمير والتدريب لدى فرحة. وفي المركز التاسع نشوف المركز التاسع الكاسبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم الينيبي. وفي المركز العاشر أرى الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم بقيادة مضمر سعيد بن سالم الينيبي. هذه النتيجة والأمور منذ البداية وحتى هذه اللحظات تسير من صالح هجن العاصفة. ها هي هجن العاصفة على مقدمة هذا الشوط تحكم القبضة على المراكز الثلاث الأوائل على المركز الأول والثاني والثالث بالسلالة الشاهينية. يا سلام يا سلام يا العاصفة ملكية عاصفية على مقدمة هذا الشوط ثلاثية. ها هي الشاهينية والشاهينية الثلاث مملوكات لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. وفي المركز الرابع هنا الشاهينية لهجن ند الشبا بقيادة المضمر سالم بن سعيد. المركز الرابع شواهين على المركز الخامس لهجن الرياسة بقيادة المضمر الفيلسوف وصاحب الأمتار الأخيرة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. وفي المركز السادس هجوم على المركز السادس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. فرحة على المركز السابع لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان بقيادة المضمر أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي. وفي المركز الثامن أبراج على المركز الثامن لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر طارش بن مبارك بالقوبع. المركز التاسع
المركز التاسع وصلت غزوة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. وفي المركز العاشر عالية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر صادق فضل الأمين. هذه النتيجة. ونرجع إلى الثلاثية، نرجع إلى الشعار الملكي على المركز الأول والثاني والثالث. ها هي الشاهينية، ها هي الشاهينية والشاهينية على المركز الأول والثاني والثالث. مثلث خطير على المقدمة من إمبراطورية هجن العاصفة. تشاهدونهن على أداء متميز في هذا المساء على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم. ها هي هجن العاصفة، ها هي عروض هجن العاصفة، دائما على مقدمة هذا الشوط، دائما تقدم الجديد والجديد. ها هي هجن العاصفة على مقدمة هذا الشوط بهذا الشعار، الشعار الملكي الذي ترجع ملكيته لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي. يا سلام على هذا الأداء، يا سلام على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه إمبراطورية هجن العاصفة مع سن الكبار ومحل الرقص مع الكبار يا غياث يا الهلالي. يا سلام على هذا الأداء المتميز. بدت السرعة من لاحة المنصة في عيونهن، بدن يسرعن بدون أي أوامر تذكر من المضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية، العناية التامة لدى الشواهين غياث الهلالي. يا سلام يا غياث، الجماهير محبين جماهير هجن العاصفة يشكرونك على هذا الأداء المتميز، على هذا العرض الطيب الذي تقدمه هجن العاصفة. بدينا نتجاوز كل لوحة الكيلومتر الأخير بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. ها هي هجن العاصفة على مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول الثاني والثالث، تنافس بعضها بعض على المراكز الأول والثاني والثالث. يا سلام يا سلام، اللي تبى تسير سارت، اللي تبى تأخر أخرت. سلم لصديقته وأخته في العزبة وفي المركاض وفي هذا المساء في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز. هذه طيور طائرة على أرضية ميدان المرموم. يا سلام، السرعة السرعة من ذات نفس بدون أي أوامر، ما فتحوا السماعة، ما فتحوا الجهاز، ما حركوا الآلي. طيور طائرة على أرضية هذا الميدان. ألف ألف ما شاء الله على هذا الأداء المتميز. لو ما بالجاذبية بيطير في السماء، بس الجاذبية تمسكن شوي شوي. يا سلام على هذا التجهيز، على هذا التجهيز يا قياد الهلالي. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز. سلام يا هجن العاصفة، سلام سلام يا فزاع على هذا الأداء المتميز. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه هجن العاصفة في كل مكان وفي كل زمان وفي كل احتفال. تهانينا من الأعماق لهجن العاصفة على هذا العرض الطيب على المركز الأول والثاني والثالث. تهانينا أيضا لغياث الهلالي، مشكور يا غياث الهلالي على هذا الأداء المتميز. المركز الرابع. المركز الرابع الذي وصلت في المركز الرابع سرابة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، والذي وصلت في المركز الخامس شواهين لهجن الرياسة. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأوائل. شاهدت ويانا أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، شاهدت. ها هي الشاهينية والشاهينية والشاهينية لهجن العاصفة، وهي تتجاوز لوحة الثمانية كيلو متر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار في زمن وغدرة. 12 دقيقة 53 جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة،
تهانينا ايضا للمضمر غياث الهلالي والذي وصلت في المركز الثاني. ها هي الشاهينية 12 دقيقة 53 خمس اجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر غياث الهلالي والذي وصلت في المركز الثالث ايضا. ها هي الشاهينية 12 دقيقة 55 ثانية، خمس أجزاء من الثانية. يا سلام، رقم مميز، 1 2 5 5 5 لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز مع افتتاح 8 كيلو متر في المسافة الرسمية لسن الحولي والزمول. تابعنا واستمتعنا اللي تابعونا عبر شاشة قناة دبي ريسنج، والذي يتابع بالعين المجردة هذا الركض، الركض الممتاز للغاية لأشواط أصحاب السمو الشيوخ. تهانينا للجميع والناموس.